والله يا اول حاجه الحمد لله مبروك علينا الانتصار الاولاني هذا في الشامبيون. كما تعرف معنا طرف جماعي كبيره كما الترجي الرياضي التونسي لازمك ديما تطلب على الالقاب. ظهر لي اليوم قدمنا مباراه ممتازه كسوا مع الديفونسيف والاوفونسيف لعبنا جوله كل بقليب حطينا في قلوبنا. الحمد لله صحيح تعرف الماتش الاولاني لعبنا بالبال لكن الحظ ما كانش من نصيبنا. اليوم صلحنا الاغلاط نتاعنا انتصار معنا ضد فريق نصور السنه محترم برشا عملوا عمل معناتها عام ممتاز. الحمد لله اليوم اهم حاجه 3 نقاط باش ترجعنا ان شاء الله في الكورس نتاع الشامبيونان وان شاء الله باذن الله قدم افضل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معناتها انتصار جينا لهنا معناتها باش نربحوا ما عندناش حاجه اخرى في مكافنا. كما قلنا معناتها حكينا الاولاد الكل وحكينا ستاف لازمنا نربحوا 3 بوان باهيين باش نكملوا معناتها باش نكملوا ان شاء الله الباركور تاع الشامبيونان مرتاحين ان شاء الله. داخلين باش نربحوا معناتها خدمنا بالكدا وسط الجمعه معناتها ظاهر معناتها منقللش من معناتها الاتحاد المصري معناتها داخلين معنا معناتها عزيمه باش نربحوا ان شاء الله. صحيح سورتو دوزيام ايتون شدينا الكرة أكثر عرفنا كيفاش نلعبوا أكثر ضد المستير. بريمير ميتون شفنا الريح ياسر غراف اليوم ما خلاناش نلعبوا ما خلاناش حتى نلعبوا لعبنا. بعد دوزيام ميتون تحسنا بالكدا شدينا الكرة أكثر وخلقنا بوكو ديزوكازيون. أكيد ميم حتى راح ستيمان تسماو كان خسرنا لي 3 بوان نتاعنا غادي. شفنا اليوم برشا جرينتا من الأولاد الكل يعطيهم الصحة وإن شاء الله الجاي خير إن شاء الله.